إني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هذه البشرى التي نسمعها في عمان أتت قبل 2000 ونيف من أرجاء بيت لحم، من أرجاء حقل الرعاة، وسمعت هذه البشرى وما زلنا نسمعها. الاقتراب من بيت لحم ونحن نطل على مغارتها وعلى حدث الفداء والحب والخلاص الآتي إلينا من هناك، نطل على الحدث، على معناه، على المناسبة، وعلى العبرة والمعنى والدرس. وخير من يتحدث في هذه المناسبة، في هذه الأيام المجيدة، في زمن المجيء، رجل من رجالات كنيستنا، الكنيسة الكاثوليكية. عرفناه وأحببناه وعرفنا وأحب هذا الوطن، وأتى إلينا كاهنا وخادما، وعرف المصدار وخدم في الوهادنة، ومر على بيت جالة في محطتين مهمتين في حياته، والآن نحن في ضيافته في بيت أنيق رشيق تفوح منه رائحة القانون والقداسة والالتزام، وهناك إصرار واضح هادئ على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء. رحبوا معي بسيادة الأب جمال خضر، النائب البطريركي لللاتين في المملكة الأردنية الهاشمية. مرحبا سيدنا. أهلا وشكرا لاستضافتك يا أبونا. أنا أشعر باعتزاز كبير سيادة أبينا الموقر بأنكم قبلتم الدعوة، وخاصة ونحن نطل على حدث الميلاد، فانتزعنا يعني هذا الوقت من برنامجكم الحافل. أنت لست غريبا عن عمان ولست غريبا عن الأردن. شو تحمل لنا اليوم من ذكرى؟ أول ما يتبادر إلى ذهنك أنك أنت جاي على الأردن، ما الذي بعجالة، ما الذي فكرت فيه؟ أول ما فكرت فيه أنه الأردن هو جزء عزيز من الأبرشية، جزء عزيز من البطريركية اللاتينية، خدمتها في بداية حياتي الكهنوتية، ولأسباب الدراسة والتدريس إلى آخره انتقلت إلى المعهد الكليريكي، ولكن تبقى الأردن جزء غالي جدا وجزء عزيز من الأبرشية. وأول ما علمت بذلك قلت نعم بكل فرح لكي يعود وأخدم هذه الكنيسة في الأردن هنا، وخاصة مع كهنة الذين أعرفهم إن كانوا زملاء لي أو تلاميذ أيضا في المعهد الكليريكي، حتى نستمر في الدعم مسيرة الكنيسة، هذه المسيرة الرائعة الموجودة في الأردن، ولمزيد من الحيوية في داخل الكنيسة وتنظيم العمل أيضا داخل الكنيسة. هذا كان أول شعور لي، شعور بالفرح أن أنتقل إلى هنا لخدمة الكنيسة في الأردن. سيادة الأب جمال، اليوم نحن كنا سعداء في عمان بأن رهط البطاركة والسادة الأساقفة والآباء، كنا بحضرة جلالة الملك. كيف وجدتم الاجتماع اليوم مع سيدنا جلالة الملك؟ يعني هو أول اجتماع مع جلالة الملك اليوم، وأكد حقيقة اللي بكتشفها خلال الفترة الماضية، وهي أن الأردن هي عائلة كبيرة، ولهذه العائلة هنالك العائلة الحاكمة، العائلة الهاشمية التي ترعى العائلة الأردنية بكل مكوناتها، بكل أطيافها، بكل التنوع اللي موجود في الأردن. الكل يشعر أنه في بيته،
وأن فعلا هنالك عائلة كبيرة اختبرتها على مستويات مختلفة. نعم. في لقاءات مختلفة في الرعاية مع الشخصيات مختلفة، ولكن اليوم ظهرت هذه العائلة، عائلة كبيرة موجودة بوجود البطاركة والكهنة، وأيضا بوجود الوقف الإسلامي في مدينة القدس إلى آخره، والأجواء كانت رائعة بمعنى أننا نجتمع فعلا كإخوة اللي كلنا بهمنا هذا الوطن، كلنا نعمل على خدمة هذا الوطن، وكلنا نعمل على نفس الأهداف، الأهداف السامية. الحديث اليوم كان عن مدينة القدس. نعم. وعن أهمية الأماكن المقدسة والوضع العام في مدينة القدس أخذ حيز كبير، ورأيت هذا الاهتمام وهذه الغيرة فعلا من الأردن، من العائلة الهاشمية. نعم. على ما يحدث في مدينة القدس. يعني المشهد اليوم سيدنا كان على يمينك أخونا محمد عزام الخطيب. نعم. اللي هو مدير أوقاف القدس، وهذا التنوع الجميل، عمان والقدس، المسلم والمسيحي، وهذا الحديث الذي سمعناه عن جلالة الملك الذي يصر على أنه هو مستعد وفاتح ديوانه وقلبه وفكره. أنت اختبرت ورأيت عمان من خلف النهر. نعم. عبر النهر، وأنا أغبطكم أنه أنتوا جزء من بطريركية، هذه البطريركية ممتدة على جانبي النهر. نعم. يعني الكنيسة تحمل هذه الروح، روح الوحدة، ليس فقط بالروح والإيمان والعقيدة، بل أيضا في الجغرافيا. نعم. أنتوا بتوحدوا الجغرافيا بين. نعم. ماذا تقول ذلك؟ التنوع كبير جدا. تخيل أنه البطريركية تمتد على 4 دول. في الشهر الماضي كان، أو في بداية الشهر، كان زيارة قداسة البابا إلى قبرص. نعم. وقبرص أيضا هي جزء من البطريركية، وهنالك واقع مختلف تماما، ولكن واقع جميل أيضا. هنالك في، إن كان في الأردن أو في الأرض المقدسة، مجموعة من المهاجرين أيضا الموجودين، المسيحيين اللي موجودين، وهم أيضا بطريقة ما جزء من الكنيسة. قبل يومين كان عندي قداس مع المجموعة الفلبينية في الأردن اللي موجودة، وشيء جميل أن نرى كل هذا. بالأمس كان هنالك جلسة مع المعهد الملكي للدراسات الدينية الذي يترأسه سمو الأمير حسن، وكان الموضوع هو حول مريم العذراء في الإسلام والمسيحية، والطرح كان طرح روحي. قدمت مريم العذراء كما نفهمها، بنت الناصري، بنت بلادنا. نعم. وكيف هي قريبة منا، وكيف نحب مريم. نعم. ومن الجانب الإسلامي أيضا كان هنالك مركز أديان في لبنان شارك. نعم. بتقديم مريم في القرآن، فكان طبيعة الحوار روحية في، وفيها نوع من المنافسة في محبة مريم. كان جميل جدا هذا اللقاء بوجود يعني أناس مختلفين من مسلمين ومسيحيين موجودين، ولكن بعتقد بهذا الحوار ارتقينا درجة إلى الأعلى في مستوى الحوار، من نقاشات إلى مستوى الروحي، مستوى كيف نتأمل في شخص مريم العذراء، وكيف نرى بها ملهمة لنا اليوم، نستلهم من فضائلها، من حياتها. هذا أيضا واقع موجود في الأردن، واقع موجود في أبرشيتنا. التحدي بالنسبة لنا هو أن نعيش الشركة، أن نعيش هذه الوحدة على الرغم من كل الحدود، على الرغم من كل الاختلافات اللي موجودة. نعم. كلنا نشترك في نفس الإيمان، كلنا في الكنيسة الكاثوليكية، وعلينا أن نتوحد وأن نعيش في ككنيسة واحدة تقوم برسالة واحدة. الموضوع ليس سهل بسبب التقسيمات السياسية اللي موجودة. نعم. ولكن مهم جدا أن نعيش بشركة، وهذا أحد الأهداف الرئيسية للسينودوس القادم. نعم. كيف نجدد الشركة داخل الكنيسة. سيادة الأب، أنا أريد أن أعود إلى موضوع السيدة العذراء مريم. نعم. هي جامع. نعم. للمسيحيين والمسلمين، وهذه السيدة التي اكتسبت احترام وتوقير
في القرآن الكريم عند أخوتنا المسلمين، هل ترى بأنه إحنا نجحنا كمسيحيين في إيصال الرسالة إلى أخوتنا المسلمين على المستوى اليومي؟ هل نحن قمنا بدورنا كمسيحيين أصحاب شهادة وإرث وإيمان وعقيدة؟ أعطيك خبرة قمت بها وهي في جامعة بيت لحم. هنالك مساق اسمه دراسات دينية ثقافية، والمساق مقسوم إلى قسمين، قسم دراسات مسيحية وقسم دراسات إسلامية. ولا يقوم على المقارنة لا، ولكن كل الطلاب يدرسون عن الديانة المسيحية من قبل كاهن، قبل إنسان مؤمن، والقسم الإسلامي من قبل معلم مسلم. هنا رأيت مقدار الجهل الكبير بالديانة المسيحية والحكم على الديانة المسيحية من الخارج. الأهم كان في هذا المساق، وهذا ما يجب أن نقوم به في على المستوى العام، هو أن نتحدث عن إيماننا المسيحي كمواطنين في هذا البلد، مواطنين من 2000 سنة، نتحدث بما نؤمن به نحن، فيسمعوا منا ولا يسمعوا عنا. هذا الفرق كبير. اللي لم ننجح في أن نصل إلى القطاعات واسعة، خاصة في الجامعات في المدارس، لكي تقدم الديانة المسيحية بطريقة يفهمها المسلم. ثم هنالك موضوع اللغة المستعملة. اللغة المسيحية الصرف، لما عندما نتعامل فيما بيننا كمسيحيين نستعمل لغة ربما لا يفهمها المسلم، نستعمل كلمات غريبة، كيريا ليسون، إفخارستية، ذبيحة إلى آخره، مصطلحات وهنالك مصطلحات تنفر منا. مثلا إذا ركزنا كثيرا على ابن الله، تمام، المسيح هو ابن الله، هذا ما نؤمن به، ولكن كيف نقدم ذلك؟ كيف نشرح؟ ما هي اللغة المستعملة؟ ومطلوب منا أن يكون هنالك ما يقدم الديانة المسيحية بلغة يفهمها ويستوعبها المسلم. وتأكد أنه ممكن أن نقدم كل إيماننا بما في ذلك الثالوث الأقدس، بما في ذلك سر التجسد والمسيح ابن الله. نعم، ويمكن أن يفهم المسلم دون أن يؤمن به، لأن هناك اختلافات أكيد، ولكن من واجبنا أن نقدم إيماننا لرجل الشارع. لما بنحكي عن الحوارات، نتهم في كثير من المرات أن الحوارات تتم بين فئة معينة، نفس الفئة التي تشارك دائما في الحوارات وهي مقتنعة بالحوار. ماذا عن عامة الشعب؟ ماذا عن رجل الشارع؟ هنا أهمية التربية، المدارس، أهمية الوعظ، أهمية وسائل الإعلام. كيف ممكن أن نوصل إيماننا بطريقة مقبولة، بمعنى نعم هذا هو إيمان المسيحي، وليس بطريقة تنفر الآخرين منا. الموضوع مش موضوع مقارنة، مش مفروض نعمل مقارنة، لأنه في إيمان، المسلم يؤمن بإيمانه الإسلام وأنا أؤمن بإيمان المسيح، هنالك اختلافات، ولكن لازم يفهم تماما ماذا أعني عندما أقول أؤمن بإله واحد. هذا على سبيل المثال مهم جدا، ومن ثم أشرح الثالوث على سبيل المثال، ولا أتهم أنني أعبد ثلاثة مثلا. فهنالك طريق طويلة، هنالك جهود تبذل في حول الموضوع، هنالك من يسيء إلى هذا الحوار بلغة دفاعية أو لغة هجومية على الآخر في وسائل الإعلام للأسف الشديد. ولكن ما هو مطلوب منا أنه نقدم إيماننا ونقول لإخوتنا المسلمين هذا هو إيماننا، هذه هي حياتنا المسيحية. أقدمها لكم، عندنا شغل كثير لازم نعمله. سيدنا، يعني هذا الحديث يثير شجونا كثيرة، فأنت تختزن خبرة أكاديمية وخبرة رعوية وخبرة تربوية، فأنت منشئ في البطريركية اللاتينية، وتبوأت مركز مستنبت الدعوات الكهنوتية في كليريكية بيت جالا. يعني أن توضع هذه الخبرات معا، لأن الحديث حول الحوار وتقديم الإيمان والعقيدة المسيحية يتطلب بعدا أكاديميا وبعدا رعويا وبعدا تربويا واجتماعيا. يعني عسى أن تلقي لنا الضوء على هذا الموضوع.
الحقيقة بديت أجمع خبرة العشر سنين حتى بنحط في كتاب اللي من خلالها مش فقط كيف أقدم إيماننا وهذا مهم جدا للمسلمين مثل ما قلنا، ولكن كيف نربي نشأ الجديد على حوار مفتوح، حوار صادق، حوار لا يقوم على المجاملات ولا يقوم على الشكليات وعلى أخذ الصور، ولكن حوار حقيقي اللي من خلاله يتعرفوا على أن نتعرف على بعض. على سبيل المثال أن تزور مجموعة من الطلاب المسلمين كنيسة، تأكد أنه تكون خبرة فريدة من نوعها لما يدخلوا على كنيسة ويتعرفوا على الكنيسة. كيف ممكن أنه النشأ الجديد نربيه على هذا الحوار؟ في عنا المدارس، وبتعرف قبل ما أجي هون كنت المدير العام لمدارس البطركية اللاتينية في فلسطين، في عنا طلاب مسيحيين ومسلمين، إيش بنعمل داخل مدارسنا؟ كيف ممكن أنه الطالب المسلم الذي يدرس في مدارسنا يتعرف بطريقة سليمة وصحيحة على الإيمان المسيحي وعلى زملائه المسيحيين أيضا؟ لدينا خبرة على سبيل المثال حصص دين مشترك بين المسلمين والمسيحيين. عادة في حصص الدين ينفصل المسلم لحال والمسيح لحال، ولكن في حصص مشترك يبحث فيها مواضيع مشتركة من وجهات نظر مختلفة، موضوع الصوم مثلا في الإسلام والمسيحية، موضوع العذراء، موضوع الأماكن المقدسة، في مواضيع كثيرة اللي بيطرحوها الطلاب أنفسهم وقيم أيضا كثيرة مشتركة. نعم. وهون تشعر الطلاب في أنهم أقرب من بعض لما بيعرف ما هو إيمان الآخر، مش بس صداقة على المستوى الإنساني وتنشأ صداقات كثيرة. نعم. أكيد. نعم. ولكن معرفة حقيقية. نعم. لإيمان الشخص الآخر. هنالك هذا النشأ الجديد الذي لم يعرف طبيعة العلاقات التاريخية والتقليدية وهذا الإرث الغني اللي موجود عندنا في الأردن على سبيل المثال. دائما لما بنحكي عن العلاقات الإسلامية المسيحية بنرجع للماضي، والماضي غني جدا. بس عندنا أجيال جديدة اليوم، أجيال تؤثر فيها وسائل الإعلام، أجيال تؤثر فيها أفكار غريبة، أفكار متطرفة موجودة في وسائل الإعلام. فكيف ممكن أن ندمج هذا النشأ الجديد وهذا الجيل الجديد في التراث الغني؟ نعم. اللي موجود في هذه التآخي والعيش المشترك بين. نعم. المسيحيين والمسلمين. في عنا تحديات موجودة، في أفكار عالم اليوم المنفتح، في أفكار غريبة وأفكار متطرفة تدخل، فعلينا أن نحمي أنفسنا بتربية سليمة لأبنائنا، وأيضا دور الإعلام ودور رجال الدين أيضا في خطابهم وفي تنشئتهم للآخرين حول حوار ولقاء حقيقي مع المسلمين ومع الإسلام في بلادنا. سيدنا بدي أسأل، من في محطات خدمتك رام الله. نعم. كنت خور رعية. نعم. كم سنة؟ 4 سنوات. قبل أن يعني يعهد إليك بأن تكون نائبا بطريركيا للاتين في عمان، وين أكثر المحطات اللي أنت يعني أحببتها؟ الحقيقة أنا أحببت كهنوتي، أحببت خدمة الكهنوتي، وفي كل مكان اللي طلبت مني الكنيسة أكون موجود كنت فعلا سعيد بأنه أخدم، وما كان عندي مانع أنه أغير. أكيد محطة المعهد الكليريكي كانت محطة مميزة فترة طويلة جدا. نعم. من التدريس في المعهد، من المسؤوليات المختلفة، وآخرها آخر 4 سنوات رئيس للمعهد الكليريكي، كانت محطة مميزة بجوز بسبب ميلي إلى التعليم كمان. نعم. هذا. نعم. ومتابعة النشأ الجديد أجيال من الكهنة. نعم. هذا كان خطوة رائعة جدا، ولكن بطبيعتنا التكوينية إحنا كهنة رعاية. نعم. خدمتنا في الرعية أيضا. نعم. في لها جاذبية معينة. نعم. مع التعب اللي موجود فيها في. نعم. رعية زي رملة، رعية كبيرة ونشيطة جدا ومدينة رملة. كان عندك مساعد؟
كان عندي مساعد نعم بس كان في كل الفعاليات وكل الاجتماعات ومدينة رام الله ومجلس كنائس رام الله والسلطة الوطنية اللي موجودة في رام الله وكل الاحتفالات اللي موجودة إلى آخره. كان في نشاط زخم. دائم زخم، ولكن في هذا الجمال الحقيقي في العمل الرعوي مع مختلف فئات الناس، مع يعني مش فقط مع طلاب في الكليركية ولكن مع الناس بمختلف فئاتهم. وللي بيعرف مدينة رام الله هي مدينة اللي فيها السكان الأصليين واللاجئين والعائدين في التسعينات ومن مختلف مناطق فلسطين للعمل، ففي تشكيلة سكانية عجيبة غريبة موجودة ولكنها رائعة في نفس الوقت. فالعمل الرعوي هو التعامل مع كل هذه الفئات اللي موجودة في مدينة رام الله، فأكيد العمل الرعوي له نكهة خاصة بالنسبة للكاحن. سيدنا محطة الأربع سنوات في بيت جالة في معهد إكليريكي، أنت دخلته بعد 30 سنة تقريبا من خدمة، كانوا 29. نعم نعم، لكن أنا قضيت، كان في فرق بين الـ هلأ أنا قضيت حوالي 20 سنة كمدرس في المعهد الإكليريكي. في آخر هذه 20 سنة كنت 4 سنوات رئيس المعهد. قريبا أنت في المعهد. كنت دائما ساكن في المعهد وأعمل في المعهد بالإضافة لعملي في جامعة بيت لحم. الأربع جامعة سنين الكاثوليكية اللي هي آخر 4 سنين كرئيس للمعهد الإكليريكي. هل في فرق ما بين طبيعة التنشئة لما أنت كنت طالبا إكليريكيا وال4 سنوات التي كنت فيها رئيسا؟ نعم نعم، هنالك لأنه المجتمع تغير. مش طبيعة التنشئة، التنشئة تتعامل مع الشاب اليوم اللي موجود بين إيدينا اليوم، وهو نتاج لمجتمع لبيئة. البيئة اختلفت وتتغير بسرعة، ولا أعني بها وسائل التكنولوجيا والانفتاح لا، ولكن أعني بها تأثير على النفسية الطالب وعلى استعداده للخدمة وللتحضير. بعطي مثال، أنا لما صرت كاهن كان عمري 24 سنة، اليوم المعدل هو 28 أو 30 سنة يصير خور على أي طالب للرسامة. في المجتمع بشكل عام في البيئة هنالك تأخير في موضوع النضوج لدى الشباب لأخذ قرارات نهائية في حياتهم. خذ على سبيل المثال عمر الزواج، أن يقرر الشاب الزواج ويلتزم به اليوم العمر يتأخر. صحيح. نعم. ملاحظة. وهذا ينطبق أيضا على الكهنوت، بحاجة إلى فترة أطول. هنالك أمور رائعة جدا موجودة في شباب اليوم، لما نشوف إنه كل المجالات مفتوحة أمامه ولكن قام بخيار أن يخدم الله في الكهنوت، هذا خيار مهم بالنسبة لشاب نعم. اليوم. نعم. في السابق كان الخيار هو كأنه الكاهن يتميز عن غيره يعني إيجابيا إلى آخره، اليوم لا، هو يجب أن يترك هذا العالم وكل مغريات هذا العالم والمتاحة له وأن يختار خدمة الله. هذا أيضا شيء إيجابي موجود وأيضا يتميز فيه. هنالك اختلافات ويجب أن نكون منتبهين، وكنت أحاول دائما أتجنب كلمة على زماننا لأنه لا ينطبق اللي كان على زماننا لا ينطبق اليوم على الشباب. فنتعامل معهم بروح اليوم وبنفس الوقت بأصالة الإنجيل، وأن يكون مشبع ومقتنع من روح الإنجيل، هذا هو الأساس، وليست عملية تربية على القيام بواجبات مثل ما احنا تربينا. نعم. انه الواجب شيء مقدس. نعم. اليوم في القناعة اللي هي اكثر من موضوع الواجب بالنسبة للشباب. يعني انت هل كان سهل عليك ان لا ما كانش سهل كان سهل عليك لا ما كانش سهل انه نتأقلم مع الجيل الجديد. نعم. ولكن كان دائما في الكليركية في طاقم من الكهنة المربين في المعهد الكليركي، وكان تربيتنا تكون دائما بالتشاور فيما بيننا ودائما بأنه نأخذ خط واحد فيما بيننا، هذا كان يساعد كثير. على المستوى الشخصي لا، لأنه أنا متعود أنه لازم أعمل هيك، هذا واجب. بالنسبة لشاب اليوم لا، بده يكون مقتنع فيه، ولما بيكون مقتنع فيه يبدع فيه يبدع يبدع ويبدع أيضا في موضوع التكريس لله،
أعني بها أيضا التكريس لما بيكون مقتنع في هاي القناعة الداخلية، هي قناعة رائعة جدا مبنية على فهم، اقتناع، إيمان، وليس على مفاهيم اللي تعودنا عليها إحنا في السابق. لا أقول لا أسوأ ولا أحسن، ولكن مختلف، مختلفة، مختلف عن الجيل السابق. نعم سيدنا، يعني أنت تقودني إلى 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 سؤال، إلى زاوية، أن الكنيسة الكاثوليكية عندها هذه الإيجابية في أن تتطور. عم نحكي عن 20 سنة أنت كنت تدرس فيها، توجت ب4 سنوات أنت رئيس لهذا المعهد العتيد، وأنا أسمع منك هذا الكلام، أنا أحس بأنه الكنيسة هي مؤسسة إلهية، ولكن أن يكون المسؤول الكنسي في هذا الموقع أن يكون واعيا وعنده هذه الحساسية لفهم حاجات وفهم عقلية الشباب. أعتقد اللي بيساعدنا في هذا الموضوع هو العودة إلى الإنجيل، إلى كلام الله. في قوة غريبة في كلمة الله في أن تجددنا دائما، ولكن بأصالة. هي أمانة، في تعبير نستعمله دائما، أمانة خلاقة، أمانة للإنجيل، أمانة لروح الإنجيل، لرسالة الإنجيل، وعيشها بطريقة خلاقة، بطريقة جديدة. فما منخاف من التجديد. هاي رؤية سيادتك ولا رؤية الكنيسة؟ هاي رؤية الكنيسة اللي حاولنا قدر الإمكان في المعهد الكليريكي، إنه التجديد لا يكون مع مجارات روح العالم، التجديد بالعودة إلى أصالة الإنجيل وإلى ما يعني إلى هذه الرؤية الجديدة التي يعطينا إياها الإنجيل، ولكن دائما بالعودة وبالرجوع إلى كلمة الله. قوة غريبة موجودة في كلمة الله اللي ممكن إنها تجدد شبابك، كالنسر شبابك، صباك إلى آخره. هذا فعلا موجود. فلما نقول نتطور، أنا بخاف من هاي الكلمة اللي قد يساء فهمها. نعم نعم. يساء فهمها إنه نحن نجاري روح العالم. لا نجاري روح العالم، ولكن نطور بأصالة بلا. فاستعمال وسائل التكنولوجيا على سبيل المثال هو متاح اليوم، ويجب أن يكون متاح، ولكن هذا بطريقة اللي تعبر عن رسالة الكنيسة، وحتى أن نستغل وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رسالة الكنيسة، وأن لا نندمج بروح العالم اللي تبعدنا في أحيان كثيرة عن روح الإنجيل. يعني الفطنة والحكمة في موقف كهذا مطلوب، وهي موهبة من مواهب الروح القدس أكيد. لهذا السبب نحن ننظر إلى هذه الأمانة الخلاقة، وكأني بالكنيسة بين فترة وأخرى تحرص على أن تبتكر وتبدع بأمانة، وهذا تعبير رائع جدا. المجمع الفاتيكاني الثاني البابا فرانسيس معلمنا في ذلك بطريقة تشكك الناس أحيانا، بأساليب جديدة، بلغة جديدة، ولكن لما منمحص كلمات البابا فرانسيس منشوف قديش هي فعلا إنجيلية حقيقية، ولكن بأسلوب اللي يفاجأ كثير من الناس، ولا يزال يفاجأ كثير من الناس. والبعض يستغرب طريقة البابا فرانسيس، ولكن البابا فرانسيس بيعبر عن أمانة حقيقية لرسالة الكنيسة ولرسالة الإنجيل. هي نموذج لهذا التطور في 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 رسالتنا، في خطابنا، ولكن في نفس الوقت بأمانة مطلقة لكلمة الله. سيدنا بتوافق معي إنه قداس البابا فرانسيس هو من أكثر الباباوات المحافظين، ولكن بطريقة حيوية، يعني محافظ بطريقة راديكالية إنجيلية. نعم نعم نعم. وهذا مزعج للبعض، مزعج للي تعود بطريقة تقليدية أن يحافظ. عادة بيقولوا الفرق بين البابا فرانسيس وباقي الباباوات أنه الباباوات كانوا يصدروا تعليمهم للأساقف والكهنة، والكهنة ينقلوا هذا التعليم للشعب.
اليوم البابا فرانسيس يصدر تعليمه للشعب، والشعب بيذكره الكهنة والأساقفة بهذا التعليم، يعني موجه مباشرة للناس، وأعتقد نعم يعبر عن أصالة الإنجيل بطريقة جذرية. اليوم المجمع الفاتيكاني الثاني محطة وعلامة فارقة في حياة الكنيسة الكاثوليكية، يعني خلال 60 سنة الكنيسة يتجدد كالنسر شبابها كما تفضلتم، وها هي في عهد قداسة البابا المالك سعيدا أبا الأقدس بابا فرانسيس، البابا الفرنسيسي يصر على أن يعني يعيد شكل الحركة داخل الكنيسة. هذا يقودنا إلى سينودس. إيش هو سينودس سيدنا؟ السينودس في الأصل هو سينودس الأساقفة، وكان الأساقفة يجتمعوا كل 4 سنوات ويطرحوا أحد المواضيع ويتم نقاشها، ومن المواضيع المهمة لحياة الكنيسة. في هذه المرة في سينودس 2022 البابا فرانسيس قرر أن يغير طريقة عمل السينودس، بدل ما يكون السينودس للأساقفة أن يشرك فيه كل الكنيسة، فيبدأ من المؤمنين ويطرح المواضيع على المؤمنين فيتم نقاشها وبحث فيها. وفي هذه المرحلة التي نعيشها اليوم حتى شهر 8 السنة القادمة، هو الفترة اللي فيها المؤمن يفكر في موضوع الكنيسة، والمؤمنين وهنا رجال أو الكليروس الكهنة يجب أن يصغوا للمؤمنين في هذه المرحلة، إصغاء وعلى ضوء الإنجيل أن نعيد نظرتنا في الكنيسة، لأنه تجديد شباب الكنيسة، وهذا التعبير من المجمع الفاتيكاني الثاني، أن الكنيسة هي دائما في مرحلة بوريفيكاندا است، تطهر نفسها، ريفورماندا است سمبر ريفورماندا، يعني بمعنى تصلح نفسها في حالة إصلاح ذاتها. فالكنيسة مش لأنها ماشي غلط، ولكن لأنه دائما بحاجة إلى إصلاح وإلى تجديد. فاليوم المطلوب من العلمانيين، الموضوع هو موضوع الحياة داخل الكنيسة نفسها، الشركة داخل الكنيسة وكيف نعيش هذه الشركة، المشاركة في حياة الكنيسة ورسالة الكنيسة. هون المؤمنين مدعوين أنه ينظروا إلى الماضي، ما معنى هذه الشركة، كيف عشناها، اليوم كيف نعيش هذه المفاهيم الثلاث، شركة مشاركة ورسالة، وما هو تطلعنا للمستقبل، كيف يجب أن تكون هذه الشركة والمشاركة في مستقبل الكنيسة. المجال مفتوح أمام المؤمنين، إحنا مطلوب منا هو تنظيم، بمعنى أن نفسح المجال للمؤمنين أن يلتقوا، أن يطرحوا هذه المواضيع، أن ينقلوا وجهة نظرهم للكنيسة، ويتم تجميعها كلها على مستوى مجلس أساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة، ومن ثم إلى مجلس بطاركة الشرق، ومن ثم إلى روما، الثلاث مراحل اللي يمر فيها السينودس. فالمؤمنين أفرادا وجماعات مدعوين إلى المساهمة في هذا السينودوس، في هذا التفكير المشترك، في التعبير عن آمالهم، ولكن أيضا في التعبير عن مخاوفهم، عن همومهم، عن مشاكلهم، عن تذمراتهم حول الحياة داخل الكنيسة، حتى نستطيع معا أن نعمل هذا الإصلاح. إذا نختصر مسيرة السينودوس، من شبهها بتلميذين عمواس. لما طلعوا تلميذين عمواس والتقى معهم المسيح وقال لهم ليش ما بالكم صامتين أو تتهمسون، قالوا له بسبب ما حدث في القدس، وبدوا يشكوا له للمسيح في همهم إنه ما حدث في القدس وما قام به رؤساؤنا وكيف قتل المسيح، فكانوا مهمومين ويعني أشعر المسيح بخيبة أملهم من ما حدث في القدس. هو كان مصغياً. وكان مصغياً، كان يصغي إلهم كل الوقت. وبعدها بدأ يشرح لهم الكتب من موسى إلى باقي الأنبياء، فبدأ يفتح أذهانهم على ضوء كلمة الله، حتى وصلوا إلى عمواس
وهنالك مع كسر الخبز مع الإفخارستية انفتحت عينهم فالتقوا مع المسيح. نعم. مسيرة رائعة جدا اللي فيها المؤمنين بيعبروا عن همومهم عن مشاكلهم عن وضعهم، ولكن بالإصغاء إلى كلمة الله نصل إلى اللقاء مع المسيح، مع العلم أنه القصة لم تنتهي في عمواس، انتهت في القدس، لأنه كان لازم يرجعوا إلى مدينة القدس حتى يبشروا بقيامة المسيح. نعم. يقوموا بهذه الرسالة، مكانهم مش بعيد عن القدس، مكانهم أن يعودوا مع باقي التلاميذ، مع جماعة التلاميذ. نعم. حتى يشهدوا لقيامة المسيح. إحنا بنتأمل خلال هذه 3 سنوات مع هذا حركة السينودوس وبمشاركة الجميع، ومدعوين أيضا المسيحيين من كنائس أخرى غير كاثوليكية إلى المشاركة وأن يساعدونا. الباب مفتوح ويجب أن نصغي إليهم أيضا، لأنه موضوع الشركة ما بين الكنائس والحوار المسكوني ووحدة الكنيسة هو موضوع مهم، وموضوع خاصة لنا هنا في الأردن مهم، في الأراضي المقدسة مهم، ويجب أن نصغي إليهم حتى نرى ماذا يلهمنا الروح القدس خلال هذه المسيرة، ما هي الإصلاحات المطلوبة منا، والإصلاحات على مستوى الجماعي أو على المستوى الفردي تتطلب التوبة. دائما الكنيسة بتطالبنا بالتوبة. إذا كنا مطمئنين ومرتاحين لطريقة عملنا معناته لازم نراجع أنفسنا. لازم نراجع أنفسنا. لما بنرجع لكلمة الله دائما في الفرق ما بين ما تقوله لنا كلمة الله بين حياتنا، حياتنا ككنيسة. نعم. أيضا فهذه المسيرة هي مسيرة تجديد، مسيرة إصلاح، وهي مسيرة توبة أيضا للجميع في الكنيسة حتى نرجع ونبني الكنيسة من جديد كما أرادها لنا السيد المسيح. يعني تغيير اتجاه الاتجاه يعني سورتينج لهذه العلاقة، يعني ليست هرمية وإنما يعني مقلوبة. نعم. كما هي في أذهاننا على زماننا، يعني بدنا نقول زماننا. يأتي الأب الأقدس ويقول من الشعب. نعم. إلى يعني هل هناك يعني فهم وتفهم من الكنيسة أن هموم عند أبنائنا؟ هي إحدى المبادئ اللي أقرها المجمع الفاتيكاني الثاني في أن الكنيسة هي شركة. عندما نقول شركة معناه كل المؤمنين هم أعضاء في هذه الكنيسة وأعضاء في هذه الشركة. ومنذكر في المجمع الفاتيكاني الثاني قديش ركز على دور العلمانيين بطريقة جديدة. نعم. أيضا هم جزء أصيل من الكنيسة. إذا كان في السابق دور العلماني مطلوب منه أن يطيع وأن يصلي، اليوم لا، دوره إيجابي أكثر، يجب أن يساهم في عمل الكنيسة. الكنيسة جاهزة، يجب أن نكون جاهزين أن نسمع، نصغي إلى المؤمنين، نصغي إلى شكواهم، نصغي إلى خيبة أملهم، نصغي إلى الأفراح، أفراحهم أيضا وما يقومون به. نعم. وما هو إيجابي أيضا داخل الكنيسة. المؤمن عندما يتحدث عن الكنيسة وينتقد الكنيسة ينتقد من الداخل، بمعنى هو عضو في الكنيسة. نعم. وينتقد البيت اللي هو موجود فيه، تصحيح ذاتي، تصحيح ذاتي، مش من برا يتهم. نعم. الكنيسة، ما أنت كمان أيضا جزء من كنيسة. هذه الكنيسة. نعم. وأي انتقاد هو انتقاد بناء، لما بيكون من الداخل، من داخل. نعم. الكنيسة، فإنه نشعر المؤمنين حتى اللي بعاد عن الكنيسة، وهذا مهم أنه ندمج بقدر الإمكان اللي بعاد عن الكنيسة، يعني ما نسأل فقط الناس الجماعات والحركات الرسولية اللي موجودة داخل الكنيسة فقط. نعم نعم. هذا مهم. ولكن أن نسعى إلى أن نصل إلى من هم بعيدين عن الكنيسة حتى نسألهم ليش هم بعاد عن الكنيسة، يعني ما هي ما أخذهم على الكنيسة، إيش اللي بحاجة له من الكنيسة. فمرحلة الإصغاء مرحلة مهمة حتى نحدد المسيرة اللي يجب أن نسير عليها داخل الكنيسة. هل ترى بأن هناك ثقة بين الشعب المؤمنين وبين خدامهم؟ في أزمة ثقة، في أزمة ثقة. نعم. نعم. وهذا يتطلب منا الخدام أن نقرع صدورنا ونقول نعم خطيئتي عظيمة، بمعنى نتحمل جزء من المسؤولية.
أحيانا بسبب عدم أمانتنا لرسالتنا، أحيانا بسبب عدم إيصال رسالة الكنيسة كما يجب. فلا يمكن أن تكون رسالة الكنيسة على سبيل المثال هي مجموعة من الأوامر والنواهي، أن المؤمن يجب أن يعمل كذا وأن يعمل كذا وممنوع أن يعمل كذا. ليست هذه رسالة الكنيسة. رسالة الكنيسة هي أن نبشر بيسوع المسيح، وعندما يلتقي المؤمن ونسهل لقاء المؤمن مع يسوع المسيح من خلال كلمة الله ومن خلال الأسرار، حينها كل الأمور الثانية ممكنة. إذا قدمنا رسالة الكنيسة بطريقة سلبية، إحنا أيضا نتحمل مسؤولية، وبتفهم رد فعل المؤمنين وأزمة الثقة اللي أحيانا موجودة. مشان هيك لازم نراجع أنفسنا ونشوف كيف نقدم الرسالة بطريقة إيجابية، بطريقة حقيقية. الكنيسة الأولى بشرت المسيح قام، المسيح قام بين الأموات، المسيح الذي تجسد وعمل خيرا وإلى آخره قام بين الأموات. هي إنجيل، هي بشرى، هي خبر صار يجب أن تكون للمؤمنين. دورنا أن نسهل لقاء المؤمنين مع نعمة يسوع المسيح في الأسرار ومن خلال كلمة الله. بعتقد هذا رح يغير كثير من طبيعة علاقتنا مع المؤمنين بشكل عام. العلاقة الكليروس مع بعضهم البعض، هل سنمر في هذا السينودوس على العلاقة ما بين الخدام؟ نعم. ما بين الكهنة فيما بينهم، ما بين الكهنة والأسقف؟ هل الأساقفة عندهم الاستعداد لأن يصغوا إلى صوت الكنيسة؟ إذا بدنا نعيش روح السينودوس، نعم. أولا اللقاءات والنقاشات اللي تصير ما بين المؤمنين يجب أن تحدث بين الكهنة أيضا، يعني الكهنة نفسهم يعملوا لقاء حول موضوع الشركة في الكنيسة، بمعنى أن يبادرهم يبادر أو بتوجيه لا لا لا, لا يبادرهم الكهنة، نعم، أن يلتقوا معا وأن يدرسوا موضوع الكنيسة معا. في أحيانا بعض التوترات بديش أعطيها أهمية كبيرة، ولكن في توجهات مختلفة عند الكهنة. الكنيسة لا تمانع أن يكون هنالك تنوع موجود إذا كان الهدف واحد، الرسالة واحدة. اجتهاد ما في مانع أبدا. الكاهن يجب أن يبادروا، ومثل ما أنه الكاهن يجب أن يصغي إلى صوت المؤمنين، أيضا الأساقف يجب أن يصغوا إلى صوت الكهنة أيضا، لأنه الكهنة أيضا هم جزء من الكنيسة ويحملوا مسؤولية داخل هذه الكنيسة. الكهنة الهدف من الحوار فيما بينهم ليس الانتقاد بقدر ما هي مراجعة حياتهم أيضا على ضوء السينودوس وعلى ضوء عيشهم للشركة داخل الكنيسة ورسالتهم ومساهمتهم في رسالة الكنيسة. سيدنا، أنت معلم وأنت أكاديمي ومربي وخبرة، كنز من الخبرة. باختصار يعني قبل أن نطوف الآن في أجواء هذا العيد البهيج، هل ترى بأنه يعني في أبرشية في كنيسة عندما يكون المطران ناجح تنجح الأبرشية، لما المطران بيكون يعني متكاسل وبشر، يعني كيف تقوم الكنيسة على شخص واحد؟ يعني هو يجب أن لا تقوم على شخص واحد. نعم. وقناعتي وهي ليست مني فقط أكيد، نعم، أنه المسؤول الأسقف في هذه الحالة ليس لا يتمتع بكل المواهب. الكنيسة هنالك مواهب مختلفة، ومواهب المواهب على أنواع، وأما الروح فواحد. ومن شوف المواهب موجودة لدى المؤمنين، لدى الكهنة إلى آخره، ولكن الموهبة المطلوبة من رئيس الكنيسة هي وحدة المواهب، بمعنى أن يضمن أن مختلف المواهب هذه تسعى إلى البنيان كما يقول لنا القديس بولس، أن لا تكون الجهود مشتتة في الكنيسة. إنه مش كل كاهن يتصرف بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة، في وحدة. فموضوع أن يكون الأسقف هو لديه موهبة وحدة المواهب هي التي تبني الكنيسة.
أوركسترا. القديس أغناطيوس الأنطاكي، نرجع للقرن الثاني للميلاد، بيقول للكهنة أنتم زي الأوتار حول القيثارة، هارموني الأسقف خليكم حول الأسقف كأوتار القيثارة. فالكهنة هم الأوتار، بدونهم فيش لحن، ما في موسيقى، ولكن وحدتهم مع رئيس الكنيسة تخرج الألحان الجميلة جدا. صورة رائعة جدا بالإضافة إلى صور كثيرة أيضا يعطيها. ولكن لنعود إلى القديس أغناطيوس الأنطاكي في هذه الوحدة. فالمطلوب من هذه الرجعية المقدسة، العودة إلى الأصول بنسميها، العودة إلى الأصول إلى الينابيع. إذا كانت هذه رجعية، نعم، هذا الينابيع الآباء الكنيسة أكيد هم ينبوع بالنسبة لنا. فلحاله لا يستطيع أن يقود كنيسة، بالتعاون مع الكهنة حوله نعم يمكن أن الكهنة بالنسبة للأسقف هم زي إيدي وإجري وعيني وذني اللي من خلالها اللي ممكن أنه يعمل في الأبرشية كلها. نتذكر كل كاهن في كل إفخارستية يقيمها يذكر اسم المطران، فهو يقوم بالإفخارستية بالاتحاد مع الأسقف. بهذه الطريقة نبني الكنيسة سيدنا. يعني لا نخرج عن الكنيسة إذا الآن توجهنا معك إلى بيت لحم. شايف عمان مزدانة مبهجة، كل يوم في حفل فيه. احكي لنا عن أجواء احتفالات عمان. الأردن، الأردن. أنت يعني برنامجك مليء برعاية الكثير. نعم. من أكيد وقربك من الناس هذا يسجل. نعم. لك سيدنا. النشاطات المختلفة، مشاركة الفئات المختلفة في الرعاية، يعني في نشاط خاص ويتميز هذا النشاط بالفرح. يعني بتروح على أي رعية، في بازار خيري، في إضاءة الشجرة، في احتفال إلى آخره، بتلاحظ أجواء الفرح اللي نعم موجودة. نعم. وهي أجواء مميزة لعيد نعم الميلاد. نعم. يعني مثل ما قلت مؤخرا، هذا الفرح يجب أن يشمل الجميع، وخاصة الفقراء والمحزونين. يجب أن لا نستثني أحد من هذا الفرح. أجواء فرح رائعة في المدارس، في التجمعات، في الرعاية، في كل مكان، مع الأطفال، مع الهدايا، وهذا جو رائع جدا وجميل. نعم. جدا. ولكن ككنيسة يجب أن ننتبه على سبيل المثال إلى من فقدوا أعزاء عليهم، خصوصا بسبب مرض الكورونا، المصابين اللي تضرروا بسبب هذا الوباء، العائلات المحتاجة. وهنالك جهد كبير يتم بالخفاء في الكنيسة ومن خلال أذرع الكنيسة المختلفة لكي نتذكر الفقراء، وهذا الشيء يشهد له في الأردن فعلا بهذا التضامن اللي موجود ما بين الجميع، واللي فعلا بدنا نوصل للجميع. فأجواء الفرح والتعاون، يعني في أي نشاط بيصير هو تعاون مجموعة كبيرة جدا اللي بيشتغلوا حتى أنه يعملوا أجمل ما يمكن. نعم. بهذا العيد هو عيد الفرح، لأنه عيد التجسد، لأنه الله ذكر شعبه، لأنه الله أرسل ابنه إلى هذا العالم. هذا هو ينبوع الفرح بالنسبة لنا، ومع كل الصعوبات اللي بنعاني منها بظل هذا الفرح هو علامة على فرحنا بمجيء المسيح، بولادة المسيح، بأن الله أصبح واحدا منا. التجسد هو السبب الحقيقي، هو هدية الله للبشر. نعم. مهما كانت هداينا بعضنا لبعض جميلة، ولكن الله أهدانا هذه الهدايا الكبيرة الأجمل. نعم. واللي هي نعم إني أبشركم بفرح عظيم. هذا كانت رسالة الملائكة للرعاة، لأنه فعلا فرح عظيم، ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، في مدينة بيت لحم. سيدنا، المسيحيون في الأردن يعني كل الكنائس يحتفلون بالميلاد وبالفصح معا. نعم. كيف ترون هذه الوحدة التي علينا جميعا أن نرسخها ولا نسمح لأحد أن يخرج عنها؟ توحيد الأعياد بدأت خطوة إيجابية، ولا تزال خطوة أكيد إيجابية. أتوقع وأنتظر أن تتبعها خطوات أخرى من أجل هذا التقارب. حدثت خطوات، ولكن
ما دامت هنالك انقسامات داخل الكنيسة يجب أن لا نشعر بالرضا كمسيحيين على وضعنا. عملنا خطوات إيجابية جدا. نعم. وهذا تسجل خاصة في الأردن. نعم. كانوا سباقين إلى توحيد العياد وإلى كثير من المبادرات أيضا. ولكن الواقع يقول أنه لا تزال هنالك انشقاقات في الكنيسة. يجب أن يحثنا هذا إلى مزيد من العمل، لمزيد من المحبة المسيحية، لمزيد من التقارب، من الخطوات، حتى فعلا لما بنحكي عن الوحدة ما نحكي عن وحدة الأعياد فقط، نحكي عن وحدة المسيحيين، وهذا أملي للمستقبل إن شاء الله. سيدنا أنت يعني هذه الساعة تقريبا التي قضيناها في بيتكم في هذه المطرانية البهية العامرة، يعني الواحد لما بدخل عندكم المطرانية بحس بوقار، بحس بحسن الاستقبال، وبحس بثقة، ثقة هذه المطرانية بأنها تحمل إرثا مكرما مكرسا لخدمة مجد الله الأعظم. نحن سعدنا هنا. ماذا تقول لمتابعي برنامج عين على المشرق؟ وإحنا مشرقيين ومتحمسين جدا يعني لهذا، وحتى النجم الذي ظهر يعني في المشرق، من المشرق. نعم أكيد. فالنجم مشرقي. نعم. ونحن إلى الشرق من بيت لحم، أحباؤكم محبوكم الذين يتابعون نورسات الفضائية ونورسات الأردن، ماذا تقول لهم سيادة الأب جمال النائب البطريركي اللاتين الذي يملأ يعني هذه المطرانية حماسا وتجديدا؟ ايش بتقول لهم سيدي؟ اللي بقوله انه هذه الجماعة المسيحية التي عاشت في هاي البلاد من 2000 سنة لا تزال الى اليوم تحمل نفس الرسالة، لا تزال تحمل نفس البشرة، بشرة ميلاد المسيح وبشرة قدوم المسيح الى هذه الارض. اللي بنلاحظه في بلادنا خصوصا في الأردن هو تجذر المسيحيين في مجتمعهم وفي واقعهم. المسيحي أردني 100% بدون أي شك ولا أي تساؤل، كامل الدسم كاملا. فهذا يؤهله للقيام برسالته في هذه الأرض، هو متجذر بهذه الأرض. نعم. لا ينظر إلى نفسه أبدا ولا في يوم الأيام أنه هو طارئ على هذه الأرض أو غريب عنها لا سمح الله. لا، هو يشعر أنه جزء من هذا الأرض، من هذا الشعب، من ثقافة هذا الشعب. وأعتقد أنه دخول الإيمان المسيحي يشكل هون نموذج، لأنه الإيمان المسيحي يدخل في كل الحضارات، يدخل في كل الثقافات. نعم، نعم. يدخل في كل العالم، وهنا يتجثر هذا الإيمان المسيحي الأردني خليني أسميه. نعم. أنه فعلا المسيحي يعبر عن نفسه بطريقته وبثقافته المحلية، وهذا ما يجعله قادر على أن يحمل الرسالة كما حملها من 2000 عام أن يحملها اليوم. مجيء المسيح يعطينا هذا الرجاء، يعطينا هذه الثقة بأن الكنيسة المتجذرة في هذا البلد ستستمر في حمل رسالتها إلى أن يعود المسيح مرة ثانية. وهذا الشيء الجميل هنا، علينا أن نعمل معا وأن نشجع بعضنا البعض حتى نحمل هذه الرسالة في هذه الأرض. سيدنا أنت نائب بطريركي للاتين في بطريركية لاتينية ممتدة في الأرض المقدسة، أنت الآن في عمان أرض المعمودية. رسالتكم الطيبة إلى المسيحيين في الأردن سمعوها، ماذا تقولون الآن لمتابعي النورسات الفضائية وهم في بلاد الانتشار والاغتراب من أحبائكم وإخوتكم المسيحيين المشرقيين المنتشرين في هذا العالم؟ أولا شكر لنورسات اللي فعلا بيوصل، وشكرا لك أبونا اللي فعلا هذه الرسالة اللي بتوصل للجميع. بعرف أنه اللي غادرونا أكثر منهم مرغمين أو بحث عن عالم أفضل أو مستقبل أفضل، ولكن لا نزال نشعر أنهم جزء منا.
إذا هم أبعدوا عنا لا نزال نشعر أنهم جزء منا، لا يزالوا قادرين على أن يعبروا عن هذا الانتماء في أماكن تواجدهم، حتى كانوا في المهجر أيضا عن هذه الانتماء بطرق خلاقة، يعني يمكن أن يقوموا بهذه بطرق كثيرة، ولكن لا تنسوا أنكم من هنا من الشرق، لا تنسوا أنكم أبناء الآباء الكنيسة والشهداء والمعترفين وكل الذين حملوا هذه الرسالة من 2000 عام. مهما كنتم وأينما كنتم أنتم جزء من هذه الكنيسة وجزء من هذا الشرق، وأتمنى أن يكونوا فخورين بهذا الانتماء إلى كنيسة الشرق. شكرا سيدنا. شكرا لك. أكرمتنا واستقبلتنا فنشكرك، ومع المعايدة التي نتقدم إليكم بها نقول مع الشكر، ومعكم نشكر إخوتنا الذين تابعونا على هذا البرنامج عين على المشرق، هذا المشرق الذي قدسته السماء، هذا المشرق الذي حمل فرحا للعالم كله، سيكون فرح عظيم لجميع الشعب. أحبتنا متابعينا على قناة نور سات الأردن وقناة نور سات الفضائية، نشكر متابعتكم، وفيما نطل على عيد الميلاد المجيد، عيد التجسد الإلهي، عيد الحب، عيد المغارة، عيد الأسرة المقدسة، عيد الأمومة والطفولة، نقول لكم كل عام وأنتم بخير، المجد لله في العلا، وعلى أرضنا هذه، على أرضنا وفي بلادنا وفي كل العالم، السلام للناس الذين هم أصحاب الإرادة الصالحة، لهم المسرة. دمتم بهناء الله ونعمه، وإلى لقاء في الأسبوع القادم، نتمنى لكم عيدا مباركا، ونجدد الحب، وإلى اللقاء. شكرا.